يعني كلام مهم جدا، ولكن انا يهمني الموقف ده لو حضرتك تحكيه لنا بتاع كابتن خطيب ونزل تحت السلم. لما قالوا الراجل ده قالوا بالتفصيل. قوله تاني يا كابتن. انت لما تقوله غير لما راجل. الخطيب الخطيب يعني ما كانش بتاع مقالب يعني، ولا في سفريات والحاجات دي. ما كانش يعني الواحد يتوقع انه مثلا ممكن يعمل فيك مقالب. فمره استخبى بقى وانا بالليل كده داخل في، انت عارف في الفنادق زمان كانت في افريقيا، مش فنادق فايف ستارز. لا طبعا. انت تخش عشان توصل مثلا ده لغايه من كام سنه بيحصل كده. وغابات، وبعدين يقول لك في اسود وفي نمور والناس كلها يعني الواحد بيخش كده اوضته بيقفل عليها بيبقى مرعوب. كنت تقعد مع مين في الاوضه يا كابتن؟ انا حازم خالد. انا وحازم خالد كنا بنقعد مع بعض دايما لانه الاثنين كليه هندسه وكنا بنقعد مع بعض دايما الحقيقه. فيوم كده انا خرجت من الاوضه والخطيب دخل بقى في الاوضه ولبس وش اسد وكده. شوف بقى وانا داخل الاوضه الخطيب لما بيحكيها حقيقه الواحد بصراحه بيستغرب. راح ناطط كده وخاضبني بقى وانا بقى صرخت بقى ايه في الكوريدور وقعدت اجري في الكوريدور. لا 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 لا. وكابتن حسن حمدي كان مدير كوره وقتها وراح ماسكني، مالك يا ابني؟ في اسد جوه في الاوضه. وكملت الموضوع. لا ما خلاص بقى بعد كده حسن حمدي كابتن حسن عرف كابتن الخطيب جوه كان موجود وكده، ما اعرفش خصم منه 10 جنيه تقريبا ولا 20 جنيه ما انا فاكر والله. كان يوم طيب.